ونحن هنا في الراصد لسنا بصدد نشر كل ما يصلنا ولا نسعى للتشهير، ونعدكم أعزائنا المشاهدين أن هؤلاء المحسوبين على العمل الإعلامي والثقافي سوف نكشف أوراقهم في الأيام القليلة الماضية. ونحن هنا في الراصد لسنا بصدد نشر كل ما يصلنا ولا نسعى للتشهير. من الراصد سوف تبث من خلال هذا البرنامج بعض الصور والفيديوهات. أذكر بأن هذه اللقطات تبث لأول مرة على شاشة تلفزيون البحرين، والكثير والكثير منها موجود لدينا. ونحن هنا في الراصد لسنا بصدد نشر كل ما يصلنا ولا نسعى للتشهير. في الراصد سنستضيف أيضا اليوم أستاذ صلاح المدفع المحامي لنتحدث حول العقوبات القانونية. ونحن هنا في الراصد لسنا بصدد نشر كل ما يصلنا ولا نسعى للتشهير. القبض على رئيس جمعية المعلمين وأحد المتهمين الأساسيين في قضية مقتل الشرطيين. ونحن هنا في الراصد لسنا بصدد نشر كل ما يصلنا ولا نسعى للتشهير. الهيئة الوطنية للنفط والغاز تشطب اسم محمد عدنان محفوظ من سجلاتها، وأنه لم يعد أحد موظفي الهيئة. أعزائنا المشاهدين، لن نعلق على ما شاهدناه، فالتعليق لكم أنتم.